موسعة للتلقيح ضد فيروس كورونا شملت جميع القطاعات والمرافق الأساسية بالبلاد، وعلى إثرها انطلقت صباح اليوم الأربعاء 18 أوت بمؤسستي الإذاعة والتلفزة حملة تلقيح بالتعاون مع وزارة الصحة. احنا اليوم في التلفزة الوطنية واللي هي تعز علينا واللي هي داخلة في الاستراتيجية نتاعنا هي تكثيف التلقيح. تكثيف التلقيح مش بالأيام كما الأيام نتاع اللي عملناهم 8 أوت ويوم 15 أوت اللي ديجا حققنا فيه حسب تقريب 10% من المواطنين التونسيين، ولكن تكثيف التلقيح هو تمشي للمواطن فين في الوسط نتاعو. احنا اليوم بدينا اليوم الاول من حمله التلقيح بمؤسسه التلفزه الوطنيه، وكان الانطلاق صباح معناها بدينا الحمله هذه، كان الاقبال ما نقولوش اقبال معناها مهم بالنسبه لمهني التلفزه، خاطر هما اللي قاعدين يواكبوا في الحملات، قاعدين اون كونتاكت مع عباد معناها اغيسك، يدخلوا للمستشفيات، يدخلوا لي سونتر دو فاكسيناسيون. وقد افاد المدير الجهوي للصحه بتونس الدكتور طارق بن نصر ان عمليه التطعيم شملت 75 شخص. جينا للمؤسسه التلفزه وعيتنا زاد جماعه الاذاعه، هذا مش نعملوا لهم ان شاء الله الجرعه الاولى اللي نحب نوصي عليه بربي، من بعد ما ناخذوا الجرعه الاولى وحتى من بعد جرعه ثانيه من بعد 14 يوم ولا 10 ايام نقعدوا ديما معناتها ناخذوا الاحتياطات اللازمه، معناتها نقعدوا ديما لابسين الماسك هذا فهمتوا، ونقعدوا ديما نحترموا البروتوكول الصحي. وتأتي هذه العملية في إطار دعم المجهود الوطني لمكافحة جائحة كورونا من أجل تأمين أكبر عدد ممكن من الملقحين، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا. الوسط المهني بدينا احنا في المصانع وفي في المؤسسات الكبرى، من هنا اليومين اخرين ان شاء الله نهار جمعه ونهار سبت باش يتحلوا في الكلينيك نتاع المندوبيات الجهويه للديوان الاسره والعمران البشري، وباش نبدا اون سيبلي سبيسيفيكمون المراه الحامل، ولكن من بعد فما امكانيه باش نزيدوا ناخذوا الشرائح العمريه الاخرى اللي يمشيوا لهالمراكز. واحنا ديما ماشيين هكا، توا راهو اللي عملناه نجم نقولوا حطمنا الارقام، ولكن اللي باش يجي باش يجي اصعب. علاش؟ على خاطر اللي مازالوا ما جاوناش هما التوانسه الصعاب اكثر اللي يلزمنا نمشيو لهم ويلزمنا نذكروهم بالمواعيد. احنا الامل نتاعنا بالنسبه لوزاره الصحه هي نوصلوا ان شاء الله من هنا موفى اكتوبر نكونوا لقحنا 50% من المواطنين، هذا اللي ناملوا له. ومع كثره معناتها العدد تاع التلقيح موجوده بوفره ان شاء الله من هنا كذلك لاخر العام نوصلوا لقحنا اكثر معناتها 60 70% من المواطنين، هذا اللي ناملوا له.